ينضم إلينا من دبي الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية بواشنطن. دكتور سمير، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني برأيك، يعني ما جدوى هذه الجلسة في ظل عدم انتظار أي قرار ربما سيخرج عن مجلس الأمن، حتى لو لم يتصل بالعدوان في غزة، على الأقل متصل أيضا بالتوتر المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة؟ أولا سيدتي، تحيتي لكم ولجمهوركم الكريم، قناتكم المتميزة الحقيقة. اعتقادي بأن كل ما يجري هو مفيد بحد ذاته، لأنه يزيد من عزلة إسرائيل، وهناك تراكم هائل يعني يؤثر حتى في الرأي العام الأمريكي، ويؤثر أيضا في المؤسسة الأمريكية، وأيضا يؤثر في المؤسسات الغربية بشكل كبير. هذا الوضع يضع إسرائيل ويضع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في موقف محرج للغاية. وأعتقد مثلا ما قاله السيد الخياري مفيد جدا، لأن هناك تراكم سينشأ أمامنا، ليس فقط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية، بل وفي فرض مزاج دولي ثابت لا يمكن تجاوزه في اعتقادي تجاه قضية المساعدات الإنسانية، تجاه الوضع في الضفة الغربية، وتجاه أيضا التصرفات الإسرائيلية في غزة. وبالتالي هذا التراكم مفيد، ولكن لا يجب أن نبالغ أو نتوقع منه أكثر من ذلك. بالمقابل في اعتقادي تستمر الدول الكبرى الأوروبية بشكل خاص، الولايات المتحدة وأمريكا وبريطانيا، في الحديث المثالي دون أن تكون وهي تحجب في ذات الوقت عن القيام بأي عمل حقيقي. وفي اعتقادي أن هذا الوضع يضعف دورها من جهة، ولكنه أيضا يضعف المنظمات الدولية ويضعف الأمم المتحدة بحد ذاتها. وفي مراحل معينة احتاجت الولايات المتحدة واحتاج الغرب بشكل عام لهذه المؤسسات، في سواء في الحرب بأوكرانيا أو في الوضع في النيجر أو في العديد من القضايا. ولكن عمليا في اعتقادي هذا التعسف في استخدام الفيتو واستخدام واللامبالاة في اتخاذ تدابير فعلية حقيقية ملزمة من قبل الغرب في هذا المجال، في اعتقادي يقوض مصداقية وقدرة الغرب بشكل عام على أن يستفيد من هذه المحافل، وأن عمليا هو يعزل داخل المؤسسات الدولية. طب دكتور سمير، يعني هناك سؤال يعني كثيرا ما كان يدور في ذهني، هل لو لم تكن الولايات المتحدة مقدمة على انتخابات، هل كان سيتغير موقف أو على الأقل حجم ونوع الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل في هذه الحرب؟ سيدتي، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية صار عبئا كبيرا على بايدن بالذات. وفي اعتقادي ينبغي أن ننظر إلى ما يجري في الشوارع. أنا أدهش في العلاقة مع طلابنا ومع أيضا في الشارع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، قضية لم تعد أبدا يعني يمكن إخفاؤها، وهناك انقسام وهناك انكفاء في دور القوى المناصرة لإسرائيل، خاصة منها التي تدعم نتنياهو وتدعم أعماله التي قام بها في هذه الفترة. وبالتالي سيدتي، يعني ما سيقوض الانتخابات أو فرص بايدن في النجاح في الانتخابات هو بالعكس تماما، هو استمراره في هذه السياسة التي أصبحت لم تعد مفهومة على الإطلاق، وإطلاق يد إسرائيل بهذا الشكل، وفشله في التقدم بأي حل عملي أو مخرج عملي للسياسة الأمريكية ذاتها في هذا الوضع. في هذا الإطار في اعتقادي هناك حديث واسع عن مبادرة مصرية متقدمة جدا، وتلعب دور فيها دورا رئيسيا الدبلوماسية المصرية. في اعتقادي حتى الآن لم نشاهد من الولايات المتحدة الأمريكية يعني موقفا معلنا يدعم هذا التصرف من أجل الخروج بتصور معين أو مشروع معين في اتجاه ليس فقط اليوم التالي، وإنما فيما يتعلق باستعادة السلطات الفلسطينية لإدارة الوضع، ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية. أقول ذلك لأن الولايات المتحدة بعطالة موقفها الراهن وفي حالة الإرباك الشديد الذي تمر به، يعني المعروف أن هناك إرباك، لأنني يعني أن هناك واضح تماما توتر الآن في العلاقات بين
بين بايدن ونتنياهو، ولكن يحكم على القضايا بالأفعال وليس بالأقوال وليس بالتوتر وليس بالضغوط الدبلوماسية. لذلك أجد بأن الانتخابات يعني ما قام به بايدن سيؤثر عليه سلبا، ودرجة الدعم لإسرائيل ستؤثر عليه سلبا. طيب ما الذي تقوله أيضا مراكز الأبحاث الأمريكية؟ ومن المعروف أن لها أحيانا في كلمتها وزنا لدى صناع السياسة الأمريكية بشأن ما يدور في غزة. يعني الحقيقة كل المؤسسات الوازنة والمحترمة والتي معروفة أنها تصنع سياسات ليس فقط لإدارة بايدن، وإنما للرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة على مدى يصل إلى عقود. هذه المؤسسات في البداية طبعا وقفت واستنكرت ما قامت به حماس في 7 من أكتوبر، وأخذت مواقف عاطفية، ولكن الآن هناك شعور واضح جدا منتشر في كل الصفوف وفي كل ما يكتب حول المخرج هذا المأزق الكبير. بل وهناك أحيانا نجد أن هناك هروب من مناقشة المواضيع حتى من قبل بعض المراكز التي من المعروف أنها مرتبطة بإسرائيل، أو من المعروف أنها يعني لها تاريخ في العلاقة مع إسرائيل. أما المؤسسات الأمريكية الأصيلة فهي توضح مستوى المأزق الكبير الذي تمر به إسرائيل، بالذات من الناحية الاستراتيجية من حيث انسداد الأفق وعدم قدرتها حتى على الانتصار. هناك حديث رطب جدا حول أن إسرائيل تحقق بعض التقدم هنا وهناك، ولكن لا يوجد أي مغزى في كلامهم، لأنه بالمقابل يجري الحديث عن فشل وعن أن هذا يعني ليس لدى إسرائيل أي هدف ملموس. إذن مختلف مراكز الأبحاث المحترمة وذات الأثر الحقيقي والناسج الدينيين يدركون بمستوى المأزق، وهم ينقلون هذه الصورة في رأيي أنا إلى مراكز صنع القرار، ليس فقط في البيت الأبيض وإنما في المؤسسات العميقة داخل المؤسسة الأمريكية. تقارير إسرائيلية إعلامية تتحدث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى المنطقة سيزور فيها إسرائيل. طبعا هي تأتي بعد أسبوع، ربما أسبوع، من زيارة جاك سوليفان، وكذلك وجود وزير الشؤون الاستراتيجية رون جامر منذ يومين في واشنطن، واجتمع لأربع ساعات مع جاك سوليفان وكذلك بلينكين. يعني برأيك ما الذي يحمله في جعبته أنتوني بلينكين، وما الضغوط التي ربما أو من المحتمل أن تمارس الولايات المتحدة بشأن ضرورة الانتقال إلى سيناريو اليوم التالي؟ هناك مصلحة أساسية للولايات المتحدة بأن يطفأ هذا الصراع في مرحلة معينة. نتنياهو لا يرغب في ذلك، واعتقادي هناك مساومة شديدة معه ومع الفريق المحيط به من أجل الانتقال التدريجي نحو أولا وقف إطلاق النار، وأيضا الانتقال ليس فقط في اتجاه اليوم التالي. الآن موضوع اليوم التالي لم يعد كافيا، كما قلت سابقا جمهورية مصر العربية قدمت مراحل سلاس لإدارة لتطوير العملية ولتطوير مرحلة ما بعد إيقاف وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أستطيع القول بأن ما سيقوم به بلينكين هو مساومة شديدة لم تعد تنتظر. يعني في اعتقادي هذه الزيارة ربما تكون من أكثر الزيارات جدية، من حيث أنها من المطلوب من بلينكين أن يخرج بقرارات واضحة. الوضع الراهن ليس فقط متوتر في غزة بل وفي الإقليم، وأيضا هناك انسداد أفق كامل في إسرائيل. ولذلك أعتقد بأن هذه الزيارة قد تحمل معها بعض النتائج الملموسة. نحن شاهدنا بعض النتائج الملموسة، هناك تخامد نسبي في الفعالية العسكرية الإسرائيلية، هناك فشل لا يزال يجري، الكمائن التي يقوم بها المقاتلون الفلسطينيون لا تزال فعالة جدا في المناطق المحدودة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، هناك حرب عصابات، وهذا أمر يعني كان الإسرائيليون يخشونه لفترة، ولكن اعتقدوا لفترة بأنهم استطاعوا تطهير هذه المناطق. لذلك
كل هذا الكلام أقوله بأن بلينكين يواجه تحديا كبيرا، بأنه لم يعد يكفي الكلام، لم يعد يكفي النصح، وأصبح الوضع الدولي والإقليمي يتطلب موقفا أمريكيا أكثر من أي وقت مضى. واعتقادي أن الضغط العربي الذي يتم الآن هو في هذا الاتجاه، بما فيها نضج بعض المقترحات المتعلقة بإدارة غزة في اليوم التالي وفي المراحل اللاحقة بعد خمود القتال وبعد وقف اطلاق النار. من المؤكد بان يعني هناك محاوله من قبل الولايات المتحده الامريكيه بان يعني تمرر موقف واضح جدا بان لا تعود اسرائيل للهجوم على غزه بعد وقف اطلاق النار، وان لا تقوم بحرب مستمره كما يقول وزير الدفاع، لان ذلك سيعني عمليا عوده اطلاق النار وعوده الأحداث كما هي الآن عمليا. ولذلك وضع المنطقة وأبقاء المنطقة على صفيح ساخن في اعتقادي هو ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تصرح به الآن الأوساط الدبلوماسية الأمريكية علنا بأعلى المستويات. شكرا جزيلا لك من دبي دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية بواشنطن.